السلام عليكم. اليوم نروح نشوف حالات نتاع وين كان فيها نزاع حربي في الدول اللي فيها اذا جيوش تحارب. هنا نشوف بيي و دي زافرونتمون ارمي امبليكون دي فورس دو ليتا ضد جماعات إرهابية أو جماعات فصالية أو جماعات تحررية. إذا نشوفوا المناطق نتاع النزاعات الحربية والحروب، لاحظ أنه فيه زوج مناطق اللي فيها يعني نزاعات حربية وحروب، منطقة الساحل هنا، ثم عندنا منطقة نتاع الشرق أوروبا، وهنا بالخصوص نتكلم على الحرب الروسية الأوكرانية. ثم عندنا هنا مناطق أخرى، الهند عندها جيوش مسلحة ويعني منخرطة في حروب ضد جماعات كشميرية تاع الكشمير، جماعة إسلامية. إذا يعني الهند فيها جيوش يعني في حالة نتاع حروب، وهنا نشوف كذلك في كوريا الشمالية، بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وكذلك هنا حروب ضد جماعات إرهابية انفصالية في الجزر محيط الهادي يعني في جنوب آسيا. وكذلك عندنا حروب هنا في كولومبيا ضد لي فورس دي فارك، يعني ضد جماعات التي تنشط ضد الدولة، وكذلك جماعات إرهابية تتاجر بالمخدرات. إذا هنا فيه جيش كولومبيا مجند ويعني مسلح وفي حالة حرب ضد هذه القوى التي كما قلنا تستعمل مزارع المخدرات، وكذلك تجابه يعني هي منظمات يسارية تحارب النظام في كولومبيا. إذن وهنا في الساحل، كل هذه البلدان في الساحل هي في حالة حرب والنزاع، وجيوشها مجندة ومسلحة ومنخرطة في حروب ونزاعات ضد جماعات إسلامية في مالي ونيجر، أو جماعات في بوركينا فاسو، كذلك فيه جماعات يعني إسلامية، وكذلك فيه جماعات تاع إرهاب. وكذلك نروح لمنطقة العراق اللي عنده في حالة حرب ضد يعني منظمة الإسلامية تاع القاعدة. وكذلك هنا نروح إلى منطقة سوريا هنا، وتركيا كذلك للجيش التركي هو ثانيك في حالة حرب ضد منظمات نتاع كردستان تاع الكردية في تركيا. وكذلك بالنسبة لليبيا اللي عندها جيوش منقسمة، الجيش نتاع ليبيا منقسم بين الشرق وغرب ليبيا في حروب كذلك من أجل السلطة. كذلك مصر فيه جيش مصري مسلح ومنخرط في حروب ضد الجماعات الإسلامية في سيناء. إذن هذا كله. نروح كذلك إلى اليمن، في حروب كذلك بين الحوثيين الشيعة والنظام اليمني التابع للعربية السعودية. وكذلك هنا نعود إلى الجارة المغربية البرغواطية، هنا هي كذلك في حرب مع جيش الصحراء الغربية الذي يناضل من أجل استقلاله وتقرير مصيره منذ أن خرج الاستعمار الإسباني من أرض الصحراء الغربية واحتلالها من طرف
المغرب الأقصى، إذن هناك حرب تحرير وعادت إلى بعد ما كان في فترة نتاع السلم وفترة نتاع وقف إطلاق النار، وكان فيه أمل لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، لكن هذاك الاستفتاء لم ينظم بسبب تماطل نتاع المخزن. إذن يتعود الحرب منذ 2020، يعني سنتين، عادت الحرب بين الجيش البوليزاريو والجيش المغربي. وهذا الحرب رغم أن الدعاية المخزنية تقول بأنه ليس هناك حرب وليس هناك نزاع والأمور تمشي جيدة، ولكن المنظمات الدولية العالمية تقول عكس ذلك، تقول بأن المغرب الأقصى في حالة حرب ضد الجيش الصحراوي. وهذه الخريطة وهذه التقرير نتاع المناطق، يعني لي زون دو كونفلي، هنا سورس ذا ارمد كونفليكت لوكيشن، يعني مناطق نتاع النزاعات المسلحة، تقول عكس ما يروجه النظام المخزني في هذه المملكة. إذن هذه هي حالة النزاعات وحالة اللاستقرار في مجمل دول العالم. ونلاحظ أن الجزائر هي أصبحت ساحة تاع السلم، يعني الجزائر وتونس واحد تاع السلم وسط محيط غير مستقر، تسوده النزاعات المسلحة من كل جانب. إذن هذه هي حالة النزاعات في الكرة الأرضية لسنة 2023، لو موند اون غير. هنا لاحظ العنوان تاع التقرير هذا، لو موند اون غير اون 2023، لي بيي او دي افرونتمون ارمي امبليكون دي فورس دو ليتا اي او دي جروب روبال سون اون كور. إذن هذه هي حالة النزاعات. وهنا يجدر الإشارة أنه لابد من نفرق بين أن تضم دولة أخرى، سكون أبل أون أنيكسيون، تضم وتحتل دولة. هذه ليست النضال تاع الشعب الصحراوي، ليست هو النضال، هي ليس هذا ليس النضال انفصالي، هذو ما راهمش انفصاليين، لأن دولة المغرب هي معروفة بحدودها وفي الأمم المتحدة، وما قامت به المغرب هو الضم لأرض الجار بعد ما راح المعمر والمستعمر، بعد ما راح هي ضمت الأرضية انت على الجار، وهذا اعتداء على الجار ليس بتقسيم أو تقسيم المملكة، عكس ما يريدون أن يروجه في قضية منطقة القبائل في الجزائر مثلا، أو منطقة الأزواد في الصحراء، أو هذا يعني يقارنون الحالات هذه بحالات الصحراء الغربية. هنا الجزائر لم وأبدا لم تكن مقسومة، يعني الجزائر حدودها معترف بها دوليا ب يعني حالها الحالي، ما كاش يعني تقرير مصير يعني في الجزائر. هذه في الجزائر صح، قضايا هذه قضية انفصالية، وقضية الجزائر يعني قضية القبائل في الجزائر تقارن بقضية الريف في المغرب. المغرب لو دفعنا نحن على الريف ثم يكون في دفاع انفصالي، ثم تكون في حركة انفصالية، لأن الريف يريد أن ينفصل على المغرب. أما في قضية الصحراء الغربية فهذا يعتبر، هذه تعتبر حرب تحرير، وتعتبر قضية انتهاء نهاية استعمار، يعني هو آخر مستوطنة استعمارية. وكذلك بالمقارنة ناخذ مثال على منطقة فلسطين اللي كذلك فيها حرب تحررية، فيه نزاع مسلح تحرري بين الجيش الإسرائيلي والجيش
الإسلامي تاع غزة في جيش حماس، إن هنا فيه نزاع ونزاع مسلح كذلك في فلسطين هنا. إذا هذه هي حالة العالم في وحالة النزاعات والحروب في قارتنا الإفريقية. وفي سنة 2023 أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.